بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا مشاهدي تلفزيون الحياه في كل مكان، وحلقه جديده من الملاعب اليوم. تواصل مع بعض واخبار كثيره من كل انديه مصر. طبعا عندنا اخبار النهارده كثيره جدا حصلت، ويعني كلها غالبا او معظمها في نادي الزمالك. يمكن في احداث مثيره جدا في نادي الزمالك اليومين دول، ويعني طبعا هي في الفتره الاخيره دايما الزمالك هو المستحوذ على كافه الاخبار. وطبعا معانا اخبار من الاهلي واخبار من بره مصر ومن جوه مصر. خليكم معانا، الحلقه فيها حاجه كويسه جدا، ولكن تعالوا نشوف اخبارنا النهارده فيها ايه. برادلي يكشف اسرار قطر الاحد. حازم امام يطلب الخلع. جوزيه زعلان من جده. وبرشلونه في انتظار بطل العرب. رجعنا لكم تاني ونتواصل مع بعض، والاحداث وتتلاحق في مصر جميع الاجواء والاحداث والاخبار. يمكن مباراه منتخب مصر والبرازيل بتلقي ظلالها علينا طبعا من خلال ردود الافعال، من خلال النتيجه. طبعا النتيجه متوقعه، لكن الاداء كان غير متوقع. الاداء كان هزيل نوعا ما من جانب المنتخب المصري بعد الثلاث اربع سنين اللي فاتوا. كان دايما مصر ند قوي جدا لاي فرقه اوروبيه او عالميه بنلعبها، كان دايما مصر بتلعب كوره كويسه. يمكن المباراه الماضيه رجعنا لايام زمان شويه، لما كان منتخب مصر بيلعب فرق اوروبيه بيتغلب او بيبقى شكله مش ايجابي شويه. مع كابتن حسن شحاته كانت الدنيا اتغيرت، وكنا بنهاجم وكان لينا رد فعل نوعا ما قوي شويه. يمكن مؤتمر صحفي هيعقده برادلي يوم الاحد يشرح فيه اسباب هذه المباراه، وايه اللي كان التشكيل واستبعاده للاخرين، يعني وجهه نظره في المباراه وكل ما يخص رحله قطر. طبعا عنده هجوم عليه، هجوم كبير جدا من شفنا من كل الناس، المحللين والنقاد، بسبب الاداء مش بسبب النتيجه. لان النتيجه يعني طبيعيه ومتوقعه ان البرازيل تكسب، ولكن الاداء هو اللي زعل الناس شويه. وده يمكن اللي هيقوله يوم الاحد، ان يشرح موقفه من مباراه المنتخب والمباراه الوديه القادمه، اذا كان فيها يبقى فيه معسكر منتخب اللي كان المفروض مزمع اقامته في الامارات، ولا هيتلغي عشان الفرق مش او الانديه مش هتوافق انها تسيب لعبتها مده 20 يوم كمان. الله اعلم، ده اللي هيحاول يقوله الفتره القادمه او في خلال المؤتمر الصحفي اليوم الاحد ان شاء الله. ده مستر برادلي هيقوله، ويحاول اعتقد انه هيسال، ان هيلاقي ناس كتيره جدا بتنتقد وبتنقد هذه المباراه. عندنا من برضه مباراه قطر، يعني مباراه مصر والبرازيل في قطر، كان عندنا لقاء او تقرير جديد شويه النهارده نحاول ناخده. يعني يمكن كان تامر حسني شفناه في المباراه قبل المباراه، نزل وعمل شغل كويس وغنى اغاني كتير لمصر، وغنى اغاني طبعا ناس تفاعلت مع تامر. تعالوا، كان معنا او مهيب انفرد بتقرير مع تامر حسني عن المباراه. نسمع ونشوف قال ايه. ما فيش حد اضافه لمصر، مصر هي اللي شرف لاي حد واضافه لاي حد ونبقى مصر. بنحيي فريق البرازيل، الفريق العالمي الاسطوري، لان النهارده موضوع خيري، وكل الاهداف ان هي خيريه حبيبي. فطبعا نشكرهم ونقول لهم الف شكر ان هم جم ساهموا النهارده في عمل خيري. دايما انت بتحب الرياضه والرياضيين، والنهارده لفته طيبه منك ان انت تتواجد في الدوحه وقطر، مباراه كبيره، ومصر وبرازيل اكيد بتسجل ليك النهارده. الحمد لله رب العالمين، ده شرف ليا، زي ما قلت لك شرف لاي حد ان يبقى مصري وان يبقى عربي، وان شاء الله اللي جاي احلى. يعني قول لي النهارده انطباعاتك والاستقبال الجميل من جماهير مصر ليك، وال هنقول التالف الرائع بينك وبين الجماهير بعد فتره كده الناس اتكلمت فيها كتير. بقول الحمد لله، وبقول يعني بقول لامي يعني دعواتك بتوصل، وان حسابات البشر مختلف عن حسابات ربنا بيلي حسابات تانية. فربنا لما بيريد لحد الخير ما حدش يقدر يعني يتكلم. يعني بتقول لها ايه؟ هقول اول حاجة، اقول لشعب مصر ربنا يوفقكم جميعا يا رب، والوطن العربي كله. الحقيقة ان مصر شعبها طيب، والوطن العربي كله شعبه طيب، ويمكن حاجات بتكتب ما بتبقاش هي احساس الناس، بس في ناس. قلت لك قول لوالدتك حاجة ما طنشت.
لا والله اصل انا مهما قلت لها هقول لها ربنا يخليكي ليا يا رب، انا عايش بدعواتك واللي انت شايفاه النهارده ده دعواتك اللي تصدت قدام اي حاجه ممكن تحصل لابنك. و جمهور الحياه اللي بيشوفك دلوقتي، قناه الحياه تقول لهم بشكر قناه الحياه على التغطيه الجميله دي، وبقول لهم كل سنه وانتم طيبين وربنا يكرمنا جميعا يا رب.